بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. نسأل الله سبحانه وتعالى الإكثار من دعاء الفرج، لأن فيه فرجنا من كل هم وغم وضيق. هناك أذكار ثابتة لكل يوم من أيام الأسبوع يوردها العلماء، وهذه الأذكار مختصة لأغلب حاجاتنا اليومية وتقضي لك الحوائج بسرعة، وهي مجربة جدا جدا، فهي أذكار مجربة وعظيمة لقضاء الحوائج. مثلا في يوم الجمعة 1000 مرة تقول العطوف الرؤوف، 1000 مرة هذا الذكر المبارك تقوله أنت وتقولينه أنت، العطوف الرؤوف 1000 مرة، وذلك لتحصل على العطف وقضاء الحوائج وجلب الأفراح. هذا الذكر يؤدي إلى أن يعطف عليك الله سبحانه وتعالى، ويعطف عليك أهل البيت عليهم السلام، فتنقضي لك الحوائج وتأتيك وتجلب لك الأفراح. أما يوم السبت فالذكر هو 1000 مرة القادر المقتدر، وذلك إذا كان لديك أحد يؤذيك وكذلك يظلمك ومستمر على ظلمك وعلى أذيتك، فقولك القادر المقتدر 1000 مرة يؤدي إلى إفساد أحواله وكذلك تدمير عمله، أي بمعنى ينشغل بعد ذلك بنفسه ولا يجد لنفسه يعني مجالا أو فكرا كي يفكر فيك. يوم الأحد عليك أن تقرأ الذكر هذا 1000 مرة وهو الحي القيوم لإصلاح اليوم والغد، أي الدنيا والآخرة، أي بمعنى لديك مشاكل في عملك، لديك مشاكل في بيتك، لديك مشاكل مع أولادك، مع زوجتك، لديك أمر تريد أن تصلحه بأفضل صورة، علاقة اجتماعية، تجارة، أي شيء فيه قد فسد فينصلح بهذا الذكر، وهذا الذكر مختص ليوم الأحد إن شاء الله تعالى، وهو الحي القيوم 1000 مرة. يوم الاثنين تقول 1000 مرة السريع الرقيب، السريع الرقيب، وذلك إذا وقعت خصومة بينك وبين شخص وتريد أن تنهي هذه الخصومة وأنت المنتصر وهو المعتذر، فعليك أن تذكر هذا الذكر في يوم الاثنين السريع الرقيب 1000 مرة. أما يوم الثلاثاء فتقرأ 1000 مرة هذا الذكر المبارك يوم الثلاثاء القاهر العزيز، وذلك للغلبة والناصر وكذلك لإبعاد الأعداء حيث لا يرونك بعدها أبدا. أما يوم الأربعاء فتقرأ 1000 مرة يا مقلب القلوب، وذلك ليضع الله سبحانه وتعالى محبتك في قلوب الناس وتكون ذا هيبة وكذلك ذا منزلة وقدرة في قلوبهم. أما يوم الخميس فالحكيم العليم تقولها 1000 مرة، وذلك لتذكير المنسي من العلوم والتودد إلى أهل الخير والصلاح. فهذه الأذكار بمعنى يوم الخميس هذا الذكر الحكيم العليم، ذلك يجعلك لا تنسى ما تقرأ ولا تنسى ما تسمع ولا تنسى ما تحفظ، وكذلك يجعل لك ودا في قلوب أهل الصلاح والخير وتكون محبوبا فيما بينهم. هذه الأذكار مختصة لأسبوع كامل لقضاء الحوائج وكذلك لإبعاد الأعداء وكذلك للمتخاصمين وإنهاء يعني الخصومة، ولكن أنت في حالة انتصار ويعني الآخر في حالة اعتذار، وغيرها كما ذكرنا من أو غيرها كما ذكرنا من الأذكار. فجرب ولا تشك، اجعل من ذلك أسلوب حياة. برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.